السلام عليكم أعزائي المتابعين أصدقائي، اليوم جبت لكم واحد الفيديو على واحد الدولة رائعة رائعة جدا في مجال السياحة، وبالضبط غادي نتحدث على مدينة إسطنبول في دولة تركيا. هاد الدولة اللي كيحلم الجميع أنه يزورها، وكيحلم أيضا بأنه يمشي في جولة سياحية لمدينة إسطنبول. إذا نخليكم مع الفيديو. تستقبل مدينة إسطنبول التركية سنويا ما يزيد عن 10 ملايين سائح يأتون لرؤية المدينة من مختلف بقاع العالم، وقد تم اختيار لمدى سنوات طويلة المدينة من قبل موقع تريب ادفايزر كأفضل وجهة سياحية في العالم ضمن قائمته السنوية الخاصة بأفضل الوجهات السياحية في العالم. لم أجد طريقة أفضل لوصف روعة وسحر مدينة إسطنبول غير اختيار مجموعة من الصور الساحرة لهذه المدينة العريقة. أترككم مع الصور، لكن لا تنسوني في التعليقات.